ينقص لاعب. المطلوب من اجتماع اعضاء شرف نادي النصر محمد الشهراني اجرى استطلاع للراي حول اجتماع اعضاء شرف نادي النصر المنتظر وماذا يريد النصراويون من هذا الاجتماع. مشاهد ماذا تود ان تقول في اجتماع اعضاء هيئه الشرف لغدا لاعضاء شرف النصر؟ اتمنى لهم التوفيق، لكن اوجه رساله للامير منصور بن سعود اللي يقولون انه كبير النصراويين ورجل مقتدر ماديا ومعنويا، لكن ما شفنا منه شيء صراحه، يعني وجوده مثل عدمه. نتمنى ان الامير نايف بن سعود والامير ممدوح بن عبد الرحمن انهم يتركون منهم البلبله اللي لا تضر النادي ولا تنفعه. اتمنى ان يتركون الامير فيصل بن تركي يعمل وانهم يعملون في الشيء اللي فيه فائده للنادي. اتمنى ما يناقش من سمو الامير ممدوح ان ليش الاجتماع في قصر وليش، وتضيع المساله حول نظاميه الاجتماع وكم عدد الاصوات وواحد، يعني اتمنى الاجتماع يكون راقي بكل ما تعني هذه الكلمه من معنى، ويبعدون عن ليش الاجتماع في حديقه، ليش الاجتماع، ركزوا على ما يهم النادي ومشاكل النادي، الديون اللي على النادي، القصور الاداري اللي في النادي، هذه الاشياء اللي نبغى نتناقش عنها. واما ليش الاجتماع ما اكمل النصاب او هذه اللي دائما الامير ممدوح يتحفنا فيها، الله يجزاه خير، ان شاء الله ان كل الامراء كلهم يتساعدون في خدمه الكيان، اولهم الامير ممدوح اللي معروف ابن الرمز، والله يوفقه. اللي نتمنى الجمهور النصراوي كله يعني نتمناه ان الاعضاء الشرف يكونون يد واحده، الفريق ما شاء الله من سنه لسنه يتحسن، فالمطلوب وقفتهم الصادقه مع الفريق اقل شيء معنويا، يعني العضو الشرف بشر قد يكون يعني مثلا الدعم المادي بعض الاحيان غير متوفر، فالدعم المعنوي يعني اكبر، انا بالنسبه لي اكبر من الدعم المادي. بصراحه يعني اجتماع اعضاء الشرف النصر يعني فيه اختلافات، في كل واحد ضد الثاني، والنصر ما راح يرجع الا لما يكون اعضاء الشرف يد واحده ومع بعض، وانا اتمنى وادعوهم بكره، اتمنى ان كل اعضاء الشرف موجودين. في افعال تقام ضد النادي هنا عارفينها كويس، في ناس يسوون يعني واضح للنصراويه من اللي يحارب النادي من تحت لتحت، اتمنى شلون انت عضو شرف تحارب ناديك؟ ما يجي خاصة انك يعني تصير مع النادي او انك تسكت. تفاوتت الاراء بين جماهير نادي النصر بين اعضاء الشرف والاجتماع المنتظر، هل هو مفيد غير مفيد، ماذا يريدون من اجتماع اعضاء الشرف؟ بس واضح انه حديثهم كان دائما عن الاختلافات الشرفيه، انه في خلافات بين اعضاء شرف نادي النصر، انه هذا يمكن هو الطلب رقم واحد. ابو هيئة، هو واضح الاختلافات النصرويه في بالنسبه لاعضاء الشرف، وانه يصير عده جهات، فجهه تؤيد الاداره مثلا وجهه لا تؤيدها وتنتقدها، وهذا واضح. لكن احنا يعني نرجو من اعضاء شرف النصر انهم يقدمون الكثير لناديهم، خصوصا انه يعني يحتاج فعلا لاعضاء الشرف، وانه من ازمه الى ازمه. ونحيي جهود الامير منصور بن سعود اللي قدم الكثير للنصر ماديا ومعنويا، ونحيي جهود كل اعضاء الشرف، حي جهود الامير فيصل بن تركي ايضا، وان شاء الله يخرج الاجتماع بايجابيه.